und damit verabschieden wir uns aus unserem Leben. Ciao. الطفل العاطر أمه دا يشبع منها حنيه، مثل الزرع الناطر غيمه دا يزهر قمح الحرية. الشعب بينطر هيك عشاشي طلت عيني، وكلن متكلين عليك توديهن صوب الحرية. يا ملكنا يا ثروتنا يا رافع راية أمتنا رافع راس الهاشمي، يا ملكنا يا ثروتنا يا رافع راية أمتنا ورافع راس الهاشمين. بيدر حبك حبي وحبي راجع فوق تلالك كلها، بيدر حبك حبي وحبي راجع فوق تلالك كلها، عم يدعي ويطلب يا ربي طول ترجف لركابة بالخطر، سيفك بتسلو تلقعدة ترجف لركابة بالسلم، قلبك بيضل مفيع عالأردن وترابة، شعبك جيشك عم يصطفوا حتى جميل الحب بيوفوا، شعبك جيشك عم يصطفوا حتى جميل الحب بيوفوا، وقلبك إلهن ما بتكفوا زارع جبين التحية. يا ملكنا
الوئام استعلام، وإنما تقوم إنسانية وفضولا على ألا تعدلوا، على أن الله تعالى جعل الناس جميعا متوافق الظلم، وقد جاءت رسالة عمية الجمعاء، ونحن نشاهد غياب التسامح وغياب وجعلناهم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن هذا لقاؤنا لقاء وئام ولقاء محبة تقيم على المجتمع العالمي كله، وتكون هذه دعوة للتسامح، بدعوة الناس إلى الإسلام وأحياء الجمعة، ونحن نشاهد غياب التسامح وغياب العدل. الإسلام قيد رد الاعتداء بمثله أحد الذي إياه نعبد وإياه نستعين، مسلمين ومسيحيين. عندما تغدو أردنيا تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأفخم حفظه الله تعالى، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية المتبعة. فنشكر الله أولا على هذه النعمة الغزيرة، وأيضا نشكر الله من أجل مملكتنا الأردنية على أمننا وراحتنا، ليس فقط في هذا اليوم الخير وإنما في كل أيام حياتنا. فشكرا جزيلا لكل واحد منكم. لن أنسى من تعب معنا. أحبائي، الآن صلاة على النهر. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد. آمين. أيها الرب الإله، يا من باركت مياه نهر الأردن فقدست وجه الخليقة وجددتها بروحك القدوس، انظر راحما يا رب إلى هذه البلاد الحبيبة، وقدسها واحرسها وليكن سلامك معها. والآن ونحن نبارك ونتبارك من هذه المياه المقدسة، نسألك أن تكون هذه المياه هي مقدسة باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد. آمين. الرب معكم وسلام الله الفائق كل فهم، يحفظ قلوبنا وأفكارنا في معرفة ومحبة الله الآب وابنه ربنا يسوع المسيح، وبركة الله القادر على كل شيء الآب والابن والروح القدس تكون معنا أجمعين وإلى الأبد. آمين. الرب معكم كل عام وأنتم بخير. كل عام تسلمين. In collaboration with the people of Gaza and the 25,000 health workers. Because the people of Gaza have the right to access health care. Thank you. Thank you, Dr. Hanan Bazzi. It was opened and began receiving cases on 27th of November 2023. إلى أن نضمد جراح إخوتنا الذين يقاتلون هناك. Thank you for the leadership that you have given. In this concept, calling for ceasefire. من حق الحق في الحق في الصحة. تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني تم اليوم افتتاح المؤتمر الأول لإعادة
إعمار القطاع الصحي في مدينة غزة، وكان طبعا مندوب عن جلالة الملك وزير الصحة والأميرة دينا المرعد وعدد من المؤثرين في القطاع الصحي. في أيضا كان في مشاركات من 60 منظمة دولية أوروبية وأجنبية لدعم القطاع الصحي في مدينة غزة. طبعا غزة بحاجة إلى تضامن العديد من المؤسسات لإعادة إعمارها ولإعادة البنية الصحية بكافة القطاعات، إنه بلشوا هلأ في القطاع الصحي ولكن القطاع البناء إن شاء الله لقدام. طبعا الحرب لم تنتهي في غزة، لكن التفكير الإيجابي، والأردن دائما بتطلع لقدام، بتطلع للمستقبل، إنه بحاجة غزة إلى تضامن الجميع لإعادة إعمار هذه المدينة. الفكرة من هذا المؤتمر أيضا ممكن إنشاء صندوق لجمع التبرعات أيضا لدعم هذا القطاع، وطبعا الأردن وجهودها دائما سباقة في هذه المبادرات، وجلالة الملك عبد الله الثاني الله يطول بعمره دائما مهتم إن كان بالأردن وإن كان بالدول المحيطة وخاصة الأراضي المقدسة فلسطين وأيضا بالأخص مدينة غزة، وما تتعرض له من اعتداءات ومن حروب وانتهاكات لكل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدولية لجرائم الحرب. فنتمنى التوفيق لهذا المؤتمر وأنه يتم إصدار قرارات أو أي توصيات لهدف سامي وإنساني. فكل التوفيق لهذا المؤتمر لوزارة الصحة كمان أيضا بهذه المبادرة. I'm going to go to the next one.
اللهم محب الصغار، يا من أدرمت في قلب القديس يوحنا بوسكو نار محبتك وأقمته أبا للشبيبة ومعلما، أشعل في نفوسنا تلك المحبة. احتفلت الأسرة الثالثية في بيت لحم بعيد مؤسسها وشفيعها القديس يوحنا بوسكو صديق الشباب، وذلك في كنيسة قلب يسوع الأقدس للأباء السليزيان وسط مدينة بيت لحم. ترأس قدس الأب لويس سلمان المرشد الروحي لشبيبة موطن يسوع القداس الاحتفالي، بمشاركة الأب لورنس ساجوتي رئيس الدير والمرشد الروحي لمجموعة كشافة السليزيان، وعدد كبير من الكهنة، وبحضور الراهبات والرهبان وقائد المجموعة السليزيان فؤاد سلمان ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون سلمان والقائد خليل فرهود والقائدة عايدة بابون أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطيني وقادة المجموعات الكشفية في المدينة ورواد الحركة الكشفية والمؤسسات الدينية والمحلية وحشد من المؤمنين. وقد أحيت جوقة مجموعة كشافة ومرشدات السليزيان السادسة التراتيل والمعزوفات على الآلات النحاسية التي صدحت بالكنيسة ونالت إعجاب الجميع. وفي كلمة للأب لويز الذي حث من خلالها التمسك بالإيمان ونكون على مثال القديس يوحنا بوسكو في الحياة والتمسك بالأرض وعدم الهجرة، فالأرض المقدسة أرض السيد المسيح له المجد. اليوم قديس دون بوسكو بعلمنا وبذكرنا نرجع نعود للعناية الإلهية، هالعناية اللي مش ممكن تتخلى عنا، لأنه إحنا نؤمن أنه في السماء هناك أب سماوي بيعتني فينا وبيحبنا ولن ينسانا. فبالرغم من كل الظروف الصعبة اللي عم بتمر فيها بلادنا، خاصة غزة ومنطقتنا هون مناطق الضفة فلسطين اللي بتعاني من الضعف في الأشغال وقلة الإيمان وقلة الأمان، لكن لازم نعود ونثق بإلهنا أنه مش راح يتخلى عنا. فخلونا نتعلم البقاء وليس الهجرة، لأنه مش ممكن انه يتركنا، راح يضل يقودنا. فمنعلم بعض من خلال شفاعة القديس دون بوسكو التحدي والثقة الإلهية، وانه احنا باقون هنا مش راح نروح لأي مكان، لانه هنا خلقنا الله وهون بدنا نضل. وبعد البركة الختامية تم تبادل التهاني بعيد القديس يوحنا بوسكو في قاعة الدير. اليوم احتفلنا بعيد القديس يوحنا بوسكو، طبعا الأوضاع ما تسمح لنا أن نحتفل زي ما لازم، لكن احنا موجودين في هذا المكان لكي نزرع حتى في هذا الوقت وهذه المناسبة وفي هذا الوضع، نزرع في قلوب الشباب خاصة الرجاء والأمل إنه في مستقبل ونقدر نعيش بروحانية دون بوسكو، خاصة في توزيع هذه التربية المهمة. القديس يوحنا بوسكو الذي لم يتوانى عن الاهتمام بالأيتام والمشردين والمحتاجين والمرضى، والذي كرس حياته لخدمة الشباب حتى أصبح شفيعا لها في العالم. اللهم ملجأنا وقوتنا، يا مصدر العطف والحنان، يا من منحت دون بوسكو قلبا كبيرا وكريما، التفت إلى تضرعاتنا هذه لكي تنال حقا ما طلبناه واثقين بالمسيح ربنا. آمين. برغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا، برغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر فيها غزة، رسالتنا دائما رسالة أمل، رسالة فرح، رسالة خلاص. اليوم كل الموجودين كلنا مع بعض رفعنا الصلاة ورفعنا الدعاء لمخلصنا وسيدنا يسوع المسيح، إنه تعم بلادنا بالسلام وإنه تنتهي هاي الحرب، إنه تنتهي كل مظاهر العنف. دائما في عنا أمل، دائما في عنا رجاء، برغم كل الظروف دائما عنا أمل موجود. أملنا
انه نعيش في هاي البلاد، بلاد السلام، بلاد سيدنا يسوع المسيح، نعيش بامل، نعيش بفرح، نعيش بمحبه. وشكرا لكل الاشخاص اللي برغم كل الظروف الصعبه شاركونا وكانوا معنا. شكرا لشباب الكشاف، لفرقه عزف الكشاف ولجوكه الكشاف اللي اليوم كانوا اكثر من رائعين وقدروا انه يخرجوا القداس بافضل صوره ممكنه. واكيد شكرا لابونا لويس سلمان اللي ترأس هذا الاحتفال، ولخوارنت وشمامسه المعهد الاكليريكي. للنورسات مارلين الحدوة من قاعة القديس يوحنا بوسكو بيت لحم. اذهبوا بسلام المسيح. اهتمامنا في هذه المناسبات للتوعية لنشر مزيد من المعرفة عن الدين الآخر، كون أنه هذه المناسبة أنه بيفتحوها لأنه كيف المسلم بمعنى خرافة، ولكن هي أحداث تحمل في جعبتها معاني. نعم. يعني سواء كان ولد يسوع المسيح ب 25-12 ولا 25 نفع. طبعا قام لأول مرة بهذا الاحتفال حيث احتفل بخدام. بالنسبة لموضوع دخول السيد إلى الهيكل، أنتم بتعرفوا على عادة الناموس بعد 40 يوم تدخل الست معها الطفل إلى الكنيسة أو إلى الهيكل، فهذه عادة من العهد القديم، عادة من الشريعة. وكان السيد المسيح جئت لأكمل الشريعة وليس لأنقض السابق، لأنه هو السابق اللي هو حكى لنا عن يسوع المسيح اللي هو العهد القديم. فكان التقاء يسوع مع سمعان الشيخ والنبية كان هو التقاء ما بين العهد القديم مع العهد الجديد، يسوع المسيح. ويعتبر سمعان الشيخ والنبية وحنا النبية هم من العهد القديم، وحتى في بعض التفسير بيقول لك آدم وحواء القديمة، يعني آدم وحواء الأصلي، والتقوا بيسوع المخلص اللي وعدهم انه في الخلاص، بوجود يوسف ومريم، طبعا بوجود مريم العذراء ويوسف البار. فإذا بدكم تسألوا من هو سمعان الشيخ ووجوده هناك وقديه كان عمره، يعني تخيلوا انه سمعان الشيخ اللي هو من العهد القديم، طبعا احنا بنقول على سنة قبل يسوع 200 وبقولوا 63 ما قبل الميلاد، 263 سنة. القصة اللي صارت انه سمعان الشيخ هو احد الشيوخ السبعين اللي ترجموا الكتاب العهد القديم من العبرية او العبرانية اللي هي اللغة اللي كانت مكتوبة فيه الى اليونانية. مين اللي طلب منه هذا الشيء؟ اللي هو حاكم مصر انذاك بطليموس. بطليموس كانوا بطليموس كان هو مفكر ومثقف، هو اللي بنى حتى المكتب بإسكندرية بمصر. كان مهتم أيضا بالأديان بالديانات، فكان اهتمامه بالديانة اليهودية كون إنه في جالية يهودية موجودة عنده بده يفهم عن دينهم، وكان هن جماعة مغلقة. اللغة اللي عم بكتابهم المقدس العهد القديم كان بالعبراني وما حدا بيعرف العبرانية، فطلب انه يترجم الى اليونانية. اليونانية كانت اللغة السائدة هناك مثل الانجليزي هلا، يعني كانت هي اللغة الموجودة انذاك واللي هي منتشرة والكل بيعرف يوناني. فطلب قال لهم بدي مترجمين بيعرفوا ممتاز اللغة العبرانية وبيعرفوا ممتاز اللغة اليونانية لترجمة العهد القديم. فجمع 70 شيخا وكان سمعان موجود معهم من هدول الشيوخ، حطهم في منطقة منعزلة في مصر وطلب منهم يترجموا هذه الأسفار العهد القديم. جاء سمعان طلع على حظه سفر أشعيا النبي إنه يترجمه، فهو عم بيترجم تم ذكر الآية اللي بتقولها أن العذراء سفر أشعياء اللي هو 7:14 هذا أن العذراء تلد والمخلص ويدعى المسيح الرب مولودا من عذراء. فهو
صار يقول كيف بدي أترجم هذه المقولة من العبرانية؟ إحنا بهذا الشيء إنه عذراء تلد، هذا نحن من آمن في إيمان، مع إنه هو ما طبيعيا ما رح يزبط يعني، بس ما بتصدق. والعهد واليونانيين كانوا كتير مثقفين يعني بالعلم والثقافة والفن، وانتوا عارفين يعني باليونان هالأثرات والعلم وهالناس المثقفة. وكان يقول سمعان الشيخ أنا كيف بدي أكتب هذا الحكي لناس مثقفة، ها أن العذراء تلد طفلا ويدعى هو المسيح يعني المخلص. كلمة بتناقض كلمة في بعض بالضبط يعني. فمش رح يفهموها، فقال أنا رح أغيرها، رح أقول ها أن الفتى بدل العذراء، ها أن الفتى تلد مولودا يدعى يسوع المسيح الرب. فإجا طبعا وحي من رؤيا ووحي، بتكتب زي ما هو مكتوب، بتترجم زي ما هو مكتوب، ما تغير شيء. وانت يا سمعان راح ما راح تشوف الموت الا لتعاين خلاص الله وترى ابن هذه العذراء بعيونك. وعاش سمعان الشيخ 300 سنة، مع انه كان يعني انه 300 سنة انه كتير، عاش 300 عام لا بين ما أوحال الروح القدس لما دخل يسوع إلى الهيكل مع مريم العذراء ويوسف البار القديس يوسف، دخل والروح القدس أوحاله إنه هذا هو المولود من العذراء يسوع المسيح ابن الله. أبونا هذا الالتقاء بهدول الأشخاص يعني وغير فيهم ربنا، لأنه التقوا فيه بشغف وبحب وبإيمان. فكيف نحن الآن أبونا علينا الالتقاء بيسوع المسيح؟ كل يوم في ناس كتير بتروح على الكنيسة بتقول لك أنا رحت والتقيت بيسوع المسيح بس ما تغيرت، ما دخل فيي شيء، ما تغير فيي شيء، ما تحرك فيي إشي. فهناك شروط أبونا لازم تتوفر فيه عشان أنا لما ألتقي بيسوع المسيح إن كان بالكنيسة أو إن كان بالكتاب المقدس لما بقرأ، ما هي هذه الأمور التي علي أن أكون أنا متحصن فيها وبداخلي عشان تعمل بحياتي التغيير؟ هذا سؤال جوهري وسؤال بنسأل دائما، ويعتقد الناس إنه الخلل بالكنيسة، بعدين برجع بقولك برجال الدين، بعدين بقولك بالإنجيل، بتمادوا نعم. لمرحلة إنهم يحكوا الخلل بالإنجيل موجود، الإنجيل ما بيحاكي عصرنا، الكنيسة والرجال الدين ما وين المشكلة؟ هي المشكلة في داخلنا أكيد، نعم. مش بالخارج. هي كيف بنضوي عليها؟ أول إشي بنقول إحنا دخول السيد للهيكل هو تم على 3 مراحل عمرية من عمر يسوع، يسوع الطفل، يسوع اللي بسن 12 سنة حاججهم وبنشوف أهله بيدوروا عليه بيضيعوه وين وهو عمره 12 سنة، وكان ينمو بالحضوة والطاعة والحكمة عند الله وعند الناس، يعني كمان الناس كانوا مندهشوا فيه. وبنشوف يسوع بعد سن 30 لما بصيروا يروح على الهيكل ويقرأ من سفر الأنبياء ويحاجر، وكأنه قاعد بيحكي لنا ربنا إنه كمان أنت بهيكلك بدك هاي الأطوار، إنك النمو اللي بتمر فيها. إحنا لا نبحث عن التغيير بحد ذاته لأجل التغيير لأي شيء. أنا بدي أغير شغلي بقول لك بروح بقعد عن الشغل، بصفي قاعد عن الشغل. مش عاجبك شغلك بتستنى شغل أفضل منه بتنتقل له، مش بتترك شغلك بتقول أنا هلا صرت تغيرت صارت راحتي النفسية حلوة. طب راحتي النفسية أنت قاعد بالبيت، أنت تركت اللي مش عاجبك للأسوأ من الحالة اللي أنت كنت فيها. فبالتالي هو التغيير ليس بحد ذاته ولكن النمو الارتقاء. أول شغلي المقياس الحقيقي والميزان المسطرة اللي بقيس عليها هو الإنجيل. ففي كل موقف بواجهني بحياتي تصرف مع الآخر كيف أنا بدي أعبر عن أخلاقية يسوع المسيح في حياتي عشان يكون يسوع غير فيه. أنه أنا شخص عصبي وما بطيق العوج، وبعرف أنه دكتورة باسمة غلطت بحقي بهذا الموضوع، لازم أحاسبها، لازم أعاقبها لأن هي غلطت بحقي، هذا قانون البشر. لا تدعي أنه التقيت مع يسوع المسيح وإنت بتتصرف بالدكشنري تاعك، مصطلحاتك اللي أنت بتستخدم، مش الإنجيل. أبونا الالتقاء كمان بالسيد المسيح عشان يعمل التغيير لازم يكون الشخص اللي رايع الصلاة وبده يلتقي بالسيد المسيح عنده إيمان. يعني إنه إذا الإنسان ما عنده إيمان بهذا الشخص يسوع المسيح بالقربان بالإفخارستية بكلام ربنا ما رح يتغير.
زائد يا أبونا الالتقاء بالسيد المسيح وأنه يعمل فيه تغيير ويحرك فيه لازم يكون بتواضع، مثل الفريس اللي راح يصلي والإنسان الخاطئ. الفريسي يقول لي أنا بصوم وبصلي وبعشر، يا الله أنا منيح، ما لي شيء، أنا بعمل كل هاي الأمور. لكن العشار حكى يا رب ارحمني أنا الخاطئ. كان متواضع، منسحق، مذلول، يعني بيصف أمام الله ويقول له أنا عبدك الخاطئ. فالإنسان اللي بده يتقابل مع السيد المسيح لازم يكون عنده الإيمان أول شيء، لازم يكون في عنده التواضع، تواضع، وأيضا يكون في عنده الانسحاق، انسحاق نفسه بتكون ذليلة أمام الله لأنه هو إنسان خاطئ.